معايا عبر الهاتف الآن واحد من أبطال مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك. ألف مليون مبروك يا دكتور حسام عن كل استحقاق وجدارة، فرحتونا النهاردة. أشكرك يا كريم، أشكرك على كل كلمة أنت قلتها حقيقي، يعني حقيقي قاعد أسمعك ويعني مش عايزك تخلص الصراحة يا فندم، لأن أنت جسدت الفترة اللي احنا يعني بجد مسكنا فيها النادي من أشرس وأصعب الفترات بمشاكل وتحديات، يعني حيث جسدت المشهد تماما، عايش معانا تقريبا يوم بعد يوم والمشاكل اللي بنواجهها، عشان النهارده تيجي مكافأة ربنا لكل من بقى عمل بإخلاص، كل من اجتهد، كل من أخلص، كل من يعني حط الزمالك بالفعل أولا، عمل بيقين مش شعار وخلاص وكلام أوانطة يتقال. فأنا بعتبر النهارده يوم نصر من عند ربنا على مجهود شاق جدا، تحديات من الصعب اجتياز حقيقي، وان احنا ناخد بطوله كبيره زي دي، انا بضم صوتي لصوتك انها فعلا من اصعب البطولات، لما لعيبه ما بقاش واخدين حاجه من مستحقاتهم السابقه، وتيجي تقعد معاهم وكلنا مع بعض نتمسك بحاجه واحده بس اسمها نادي الزمالك، بغض النظر عن المستحقات عن كل الكلام ده. لما يجي جهاز فني في وسط موسم مش عارف اللعيبه ولا عارف احنا جبنا مين ولا ولسه بيتعرف عليهم، لما نيجي في اصابات كثيره جدا موجوده عند اللعيبه وما عندكش برضو الوصفه اللي انت تنقي منها براحتك، لعيبه رجاله وجمهور بقى يعني ولا اعظم من كده، شابوه فعلا للجمهور الزملكاوي اللي في كل حته بيكون في ظهر فرقته. النهارده احنا شفنا حقيقه في الاستاد قد ايه الجمهور عنده حكمه وعنده فكر رشيد جدا، ازاي عارف الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها، ازاي عارف اشتغلنا ازاي. انا حقيقه كريم بشكرك على كل كلمه قلتها قدرت تجسد بيها اللحظات اللي احنا بقالنا 7 سنين. والله يا دكتور حسام انا اللي بشكرك عشان فرحت الجمهور اللي ماشي جنبك ده وعمال يدي كلاكسات وفرحان، يا بخت جمهور نادي الزمالك، فرحت جمهور نادي الزمالك، والجمهور ده كان يستحق هذه الفرحه من زمان غايبه عنه، ومش من الطبيعي ان الفرحه تغيب عن جمهور الزمالك يا دكتور حسام. حرام كان النهارده كلنا نخرج من الاستاد زعلانين، حرام الجمهور بيخرج من الاستاد زعلان بعد ما كتير منه جه ورانا في كوماسي في غانا وجه ورانا في بركان في المغرب، النهارده ربنا خلاص بيكلل المجهود بتاعه بانتصار وشيل كاس غالية ان شاء الله تكون اول نقطة في بحر انتصارات جاي بعد كده، لان الزمالك يعني اصغرين يحيم يستحق ان يكون في مكانته الافضل دائما، لكن انا بعتبر الزمالك ده بطل لان بيمر بظروف قاسية جدا 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 وما زال واقف على رجله، مش بس واقف على رجله، واقف على رجله وبطل شامخ، وان شاء الله الزمالك يرجع كمان افضل من الاول بكتير ان شاء الله. دكتور حسام انا عايزك تكمل فرحه جماهير نادي الزمالك وتطمنهم ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه ايقاف قيد وهتبقى الامور جيده في فتره الانتقالات اللي جايه، وان انتوا عندكم خطه او تصور لحل كل الازمات ديت. انا واثق شخصيا فيكم واعتقد جماهير نادي الزمالك في نفس الامر. بص يا كريم، احنا من اول يوم عمرنا ما بنوعد وعود كده زي ما بيقولوا عقود انتخابيه، واحنا هنعمل وهنسوي، احنا بنقول ان احنا بندرس المشاكل، نعمل مشاكل كمان طلعت اكتر بكتير مما كان اي حد كمان يتخيل، ولكن المشاكل كلها بتتشاف، اي نعم تحديات قاسيه جدا، بنوعد الجمهور ان احنا نبذل قصارى جهودنا، بنوعد الجمهور ان احنا دائما نكون مخلصين لنادي الزمالك، نتقي ربنا فيه وفي جمهوره وفي اعضاء الجمعيه العموميه، بنوعد الجمهور ان احنا نصحح من اخطائنا اول باول، بنوعد الجمهور ان شاء الله كل مشاكل تقابلنا هيكون عندنا مش احنا بس، احنا ورانا يعني ظهير شعبي كبير من جمهور الزمالك في مصر والعالم كله، ان شاء الله نقدر على كل الصعاب اللي بتقابلنا، اذا كان قيد، اذا كان برضو عجز في بعض الاماكن في اللاعبين، اذا كان مشاكل اخرى وتحديات اخرى زي المستحقات الماليه للالعاب الاخرى، وعارف ان يمكن الجمهور برضو زعلان شويه من الصالات، نعم الطايره خدنا برضو فيها الحمد لله افريقيا بنات وطالعين كاس العالم للانديه، ولكن ليهم حق طبعا برضو زعلانين على بقيه العاب الصالات، ان شاء الله كل ده هيتحسن، لكن والله يا استاذ كريم احنا بنشتغل في ظروف شرسه جدا جدا جدا، فيعني كويس جدا اللي بيحصل ده،
ولكن انا عارف جمهور الزمالك يستحق حقيقه ان يطمع في مزيد من النجاح والانتصار، ونوعد ان كل الالعاب داخل نادي الزمالك وخاصه العاب الصالات اللي احنا دائما ملوكها يعني وابطالها ترجع برضه ان شاء الله كسابق عهدها قبل كده ان شاء الله. التهاني انهالت على نادي الزمالك بعد البطوله طبعا في الاولويه او ابرزهم طبعا تهنئه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يا فندم. يعني حقيقه فرصه نوجه لسياده الرئيس الشكر على تهنئته اللي هي جت وقتها تفلج يعني صدور الزملكاويه كلهم، وبنقول ان شاء الله في فتره ولايته الجديده ان شاء الله الوطن يتحسن اكثر واكثر، المشروعات القوميه تنبض اكثر واكثر، وان شاء الله يكون برضه رياضه، لان احنا يمكن دلوقتي انا بقى كوني يعني برلماني واحنا بنشوف حاليا قانون هذا الجديد ان احنا متجهين لفكره الاستثمار الرياضي بشكل كبير جدا جدا جدا، ولازم هذه اللعبه اللي هي معشوقه الجماهير تتحول لصناعه حقيقيه يستفيد منها حقيقي الجميع من عمال وملابس وشركات واجهزه و انا شايف ده نهج الدوله المصريه حاليا. انا الحقيقه بتوجه للشكر يعني للاستاذ رئيس الجمهوريه على تهنئته اللي اسعدتنا جميعا، وفرصه برضو نشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعمه حقيقي المتواصل لينا من اول يوم كنا موجودين في نادي الزمالك، ودعم لكل الانديه الرياضيه، وهو ده اللي احنا عايزينه ان الفتره القادمه الرياضه المصريه يعني نجمها يعني يقطع اكثر واكثر، وان شاء الله منتخبنا المصري يعني ان شاء الله يشارك طيب في كاس العالم والبطولات باذن الله. دكتور حسام، تهنئه اخرى مهمه جدا وهي تهنئه النادي الاهلي، فيها كثير من الروح الرياضيه لحضراتكم. أنا طبعا برضه بنشكر حقيقي مجلس اداره النادي الاهلي المحترم على تهنئته، وهو طبعا انا وصلت التهنئه دي يمكن من بعد الماتش على طول، وبشكرهم اخواتنا وزملائنا وموفقين ان شاء الله في البطوله الافريقيه، وبقى نلتقي في السوبر عشان ايه بقى يعني بعدين بقى نقول يعني لا قول لا قول دلوقتي السوبر الافريقي زملكاوي ان شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام المندوق أمين صندوق نادي الزمالك، وبهنيك مرة أخرى الفوز اليوم بالكونفدرالية الأفريقية.